مشاهدينا من بعد الفاصل وينضم لي حاليا في الاستوديو مدير عام شركة سيسكو في دولة الإمارات العربية المتحدة الأستاذ ربيع دبوسي، حياك الله. أهلا وسهلا. مشاهدينا، ضمن استراتيجية عمل الحكومة الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحويل دبي تحديدا إلى مدينة ذكية بإذن الله، وبهدف ضمان التنسيق والعمل الموحد بين الجهات الحكومية وسائر الأطراف، قامت الدوائر الحكومية والوزارات والدوائر المحلية وأيضا الشركات الخاصة بعمل كافة جهودها لتصل إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم رعاه الله حاكم دبي في تحول الدولة ودبي إلى الحكومة الذكية. طبعا في هذا الصدد معنا الأستاذ ربيع، اليوم بيحدثنا أكثر عن دور شركة سيسكو. أستاذ ربيع، لو تكلمنا، تساؤل يطرحه الجميع في هذه الأيام مع تحول إن شاء الله مدينة دبي إلى مدينة ذكية، شو هي أهم الابتكارات والتقنيات المطلوبة لتحول مدينة ذكية مثل دبي وحكومة ذكية إلى حكومة ومدينة تعطي خدماتها 100% بشكل ذكي؟ نعم، أنا أول شيء بحب أهنئ دبي والإمارات على فوزها بحدث إكسبو 2020. تسلم. إكسبو 2020 بصراحة سيساعد على تفعيل رؤية المدينة الذكية بطريقة أسرع. نعم. بالمستقبل. نعم. أول شيء، مراحل التحول في المدينة الذكية هي تنضبط تحت ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي الرؤية واللي وضعها سمو الشيخ محمد بن راشد، والتي ترتكز على ثلاث أمور: حياة أذكى، اقتصاد أذكى، وسياحة أذكى. سياحة أذكى فعلا. الشيء الثاني هو الأمور الشبكة الذكية، والشبكة الذكية أغلب الناس بيعتقدوا أنه هي حتكون واي فاي في المدينة. صحيح. وتطبيق للشبكة البرودباند. نعم. هيدا مش مفهوم الشبكة الذكية. الشبكة الذكية تنطبق على أول شيء البنية التحتية للألياف الضوئية أو الفايبر أوبتكس. نعم. بعدين بيجيك شبكة الواي فاي أو الشبكة التنقلية. اليوم في واي فاي، بالمستقبل حيكون في تقنيات مختلفة. صحيح. لازم يكون عندنا هالمنصة لاستقطاب التقنيات الجديدة. نعم. طيب دبي كمدينة، بدون ما أقاطع كلامك، أوريدي مجهزة، في بنية تحتية موجودة، ولكن هذه البنية التحتية يجب أن يكون هناك ترقية أو أبجريد، خلينا نقول. نعم. لتكون مستوعبة للمدينة الذكية إن شاء الله. أكيد. شو المدة اللي خلينا نعطي أستمت تقريبا، يعني تقريبيا، احنا ما بنعطي المدة الحقيقية أكيد. نعم. المدة المطلوبة لتحقيق هذا المراد. أول شيء، تحقيق رؤية المدينة الذكية هو لا يعني ما بيكون ضمن خلال مرحلة معينة. صحيح. هو دائم، تطوير دائم. صحيح. بس نحن نتكلم عن بنية تحتية، ولكن عن البنية التحتية الحمد لله اليوم في بنية تحتية موفرة من خلال الحكومة. نعم. ودو. نعم. واتصالات، شبكات الاتصالات. نعم. هي بنية جيدة جدا ومتطورة، ولكن يجب تطويرها إلى الدور الثاني، إلى الجهة التي. طيب المدة، أنا فضولي تقريبا، يعني التطوير والتوسيع. نعم. أول شيء التطوير، أول شيء بيسموه لتوسيع الشبكة وتطويرها، أخذها من النطاق اللي تتواجد عليه اليوم إلى النطاق العالي. نعم. هيدا تقريبا يأخذ بين سنة أو سنة ونص. نعم. كفترة للبنية التحتية. حلو. طيب أستاذي، كدوركم أنتم كشركات عالمية للتطوير، شو الدور اللي تقومون فيه والمساعدات اللي تقدمونها أو حتى الدعم لتسهيل هذا التحويل، خلينا. نعم. نقول لتسهيل تحويل الطموح الكبير إلى واقع ملموس في مدينة دبي؟ نحن أول شيء نرتكز على خبرتنا بفترة 25 سنة لبناء الإنترنت. نعم. بس 25 سنة؟ 25 سنة. يعني من أول ما بلش الإنترنت. نعم. الشيء الثاني هو خبرتنا ببناء المدن الذكية والمجتمعات الذكية. ففي 2009 كشفنا عن خطة شاملة لكيفية بناء مجتمعات ذكية، سميناها Smart and Connected Communities. ووضعنا منهجية شاملة لأنماط الأعمال والحلول الذكية لتوفير الخدمات الذكية للشعب، للحكومات وللشركات الخاصة. نعم. الحلول الذكية مش حلول تقنية معقدة، يعني اليوم أغلب الناس بيفكروا أنه الحلول الذكية هي حلول موبايل أبس موجودة على الموبايل فونز، وأغلب الناس بصراحة اللي يتعاملون مع الحكومة ومع الشركات صعب عليهم التعامل بهالموبايل أبس. صحيح. فالأتمتة أو الأوتوماتيك، الجهة الأوتوماتيكية لهذه التطبيقات مهمة جدا، بشكل أنه نحن عم نسميها حلول ذكية. الحل الذكي ما بيحتاج تفاعل كبير ومعقد من خلال المستعمل.
فهيدا الأمور نحن وضعنا منهجية لأله. الشيء الثالث هي توفير التقنيات التواصل والشبكات الذكية. فاليوم نحن عندنا شبكات متطورة، بس بالمستقبل هذه الشبكات ستكون أول شيء عندها نطاق عالي جدا، أكبر من النطاق الموجود اليوم. نعم. ولازم تكون مرتكزة على توجهات ذكية، يعني الشبكة لازم تعدل نفسها بنفسها، لازم توجد الأمن في الشبكة بنفسها، تحارب السايبر أتاك أو الأمور اللي تصير اليوم من الهاكرز وهالأمور هذه. نعم، يعني خلينا نقول الدور البشري يكون دور جدا بسيط، فقط لتفعيل مثلا هذه الشبكات او تطويرها او حتى يعني خلينا نقول مراقبتها بشكل او باخر. أكيد. اليوم الذكاء في الشبكه يجب تطويره، والذكاء في التطبيقات او الابلكيشنز لازم تطويره بشكل انه يصير التفاعل بين الشخص والشبكه، الشخص والتقنيات، الشخص والتطبيقات، تفاعل بسيط جدا. نعم. والاتمته او اللي بيصير الاوتوماتيك بشكل الشكل الاوتوماتيكي سيساعدنا على الابتكار، لانه في كثير امور اليوم لازم نسويها بالورق يعني. صحيح. فهذا لازم تطويره للاي جوفرمنت. نعم. وتطويره لتخفيض الاعمال الورقيه، لتخفيض الاعمال وتسريعها. جميل، تسريعها وايضا ما ينطبق على البيئه بالشكل الايجابي، لانه نعم. انت عندك حاليا اذا قمت بكل هذه الامور سيعود النفع على البيئه بشكل ايجابي. أكيد. وايضا على الفرد. أكيد. عندك تسهيل الامور، هناك الكثير من الامور اللي نعم. طيب سيد ربيع، كيف تتم عمليه تعزيز مستويات الإقبال على الخدمات الذكية وتطويرها من قبلكم؟ أول شيء التعزيز سيعتمد على جهد مشترك. نعم. بين الحكومة والشركات الخاصة والأفراد. وسيتطلب جهد كبير إلى تدريب وتطوير إمكانيات الموظفين الحكوميين وموظفين الشركات. صحيح. من تدريب العامة. نعم. والتوعية العامة. نعم. للأفراد. فلازم يكون من ضمن تطبيق المنهج المدينة الذكية لازم يكون هناك تدريب وتوعية، منهج تدريب وتوعية مش بس للموظفين أو للجهات الحكومية والخاصة، ولكن للأفراد الذين سيتعاملون مع هذا المنهج. صحيح. وأيضا لازم يكون في توعية للنتيجة والمنفعة. فنحن اليوم المدينة الذكية هدفها مش بس انه شبكة بنية تحتية وواي فاي في المدينة وكل امور التواصل، هيدي وسيلة لتحقيق الهدف الاسمى للمدينة الذكية، والهدف الاسمى هو الاستدامة، تحقيق الاستدامة، تحقيق الاستدامة في الاقتصاد، الاستدامة الاجتماعية والاستدامة البيئية. يعني اليوم لازم يكون في إنارة في الشوارع، إنارة ذكية لتخفيض الاستهلاك الطاقة. صحيح. لازم يكون توزيع الماء واستخدام الماء بشكل أذكى. صحيح. لتخفيض استخدام الماء. هيدول كلهم أمور لازم نوفرهم نحن في دبي، خصوصا مع توسع دبي وكبر دبي حيكون في استهلاك أكثر. صحيح. طيب يسعدنا أنك تكون معنا اليوم في البرنامج، مشكور كفاية. شكرا كثير. تسلم. مشاهدينا، إذا بشوفكم من بعد الفاصل، كان معنا السيد ربيع دبوسي مدير عام شركة سيسكو في دولة الإمارات العربية المتحدة. وحابب طبعا أنوه يعني لأن في هناك لغط لحد الحين بين الكثير من الأفراد المتواجدين سواء في مدينة دبي أو حتى في مدن أخرى في العالم، أسلوب أو كونسبت أو مفهوم الحصول على مدينة ذكية أو التوجه إلى مدينة ذكية، ليس فقط عبر طبعا التطبيقات اللي موجودة عبر شبكات الإنترنت أو حتى الهواتف المتحركة. اليوم نحن نتكلم عن ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والطاقة بشكل عام وتحقيق الاستدامة أيضا في هذه المدن الذكية. مشاهدينا، من بعد الفاصل لدينا الكثير في جعبتنا في تكنوميديا، خليكم معنا.